المركز الرابع، المركز الرابع هناك بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب مع الخطير احمد بن سلطان بن رشيد، بينما خامس المراكز مليح في المركز الخامس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي. النقله على المركز السادس شاهين في سادس المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وهناك سهيل بن مبارك بن مرخان على سادس المراكز. انتقل الى المركز السابع، المركز السابع سلهود في سابع المراكز، هناك من الجانب الثاني شاهين ولا سلهود، سلهود في سابع الرابع المراكز لسمو الشيخ محمد بن سعيد المكتوم زي بقلبان الغويص ثامن المراكز. ما شاء الله العفاد، العفاد من هجن العاصفة، هجن العاصفة، هجن الشتاء والصيف، وحمد بن راشد بن اغدير هو في عملية التضمير. انتقل وياكم الى المركز التاسع، مياس في تاسع المراكز لسمو الشيخ زايد بن المر بن مكتوم المكتوب والشاعر حمد بن علي العويسي في عملية التضمير. وعاشر المراكز من يصل في هذه اللحظات شاهين من هجن الرياسة، عاشر المراكز ما شاء الله، وخلفان بن محمد بن خصيبه الظاهري. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة في ندائنا الأول للعشرة المراكز الأولى بهذه الشعارات الجميلة المميزة الحاضرة هنا في هذا الميدان، ميدان المرموم، ميدان الذكي حقيقة في هذا الكرنفال ما قبل الختاميات، في هذه البرافة ما قبل الختاميات. ننتظر ونحن دائما منتظرون على موعد الختاميات. أعود إلى المركز الأول، شاهين اللي غير صدارة الشوط لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوب، واحد شباب نسهيل بن مبارك بن مرخان ما شاء الله في عملية التضمير، بينما اللي في المركز الثاني هناك اللي غير على الصدارة مشكور من هجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الأخيلي أيضا في عملية التضمير. النقلة هناك زلود لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن نايف الهاجري، بينما اللي في المركز الرابع وصل مليح في رابع المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن سالم الينيبي. وفي المركز الخامس، الله يا شاهين، على المركز الخامس لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم مع مسري بن سالم بالعرض الحمير. ينتقل الى السادس، المراكز بدأ هناك اللي على المركز السادس ملول في سادس المراكز، ولا من الجانب الثاني شاهين من هجر الرياسة خلفان بن محمد الظاهري هو في عملية التضمير. سابع المراكز من يأتي صوغان لسمو الشيخ محمد بن سعيد المكتوم والشاب لسمو الشيخ احمد بن سعيد المكتوم مع الشاب المميز سيف الخلفان الغويص. النقل على المركز الثامن، العفاد هجن العاصفه على المركز الثامن مع الواثق، واثق مرقم حمد بن راشد بن غدي الاجتبي. انتقل وياكم الى المركز التاسع والحاكم على تاسع المراكز من هجن شاهين من هجن الشحانية، من شهن الشحانية ولا محطم ولا الحكم، من هجن الشحانية الله وجابر بن سالم بن فاران أيضا في عملية التضمير. وفي المركز العاشر هناك سلهود في عاشر المراكز لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم وعبد الله بن نايف الهاجري. هكذا هي النتيجة، هكذا كانت النتيجة في دائنا الأول في طريقنا الثاني، ولكن بعود إلى مركز الناموس، بعود إلى نقطة الناموس. هناك التغيير اللي طرى وجرى من قبل شاهين، هجن الرياسة حقيقة غيرت على صدارة الشوط، وخلفان بن محمد بن خصيبة الظاهري هنا في عملية التضمير. انتقل مع مشكور على ثاني المراكز من هجن الرياسة عيسى بن أحمد بن مايد الأخيل مليح، هناك يأتي بثالث
ثلاث المراكز لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم الينابي، بينما الحكم على المركز الرابع. واحكم يا الحكم، احكم يا الحكم من هجن الشحانية ومن في عملية التضمير جابر بن سالم بن فاران المري، ولكن العاصفة بدأت تقترب، بدأت تنتقل من موقع إلى موقع مع العفاد وبقيادة أحد شبابنا، أحد شبابي مرغم، أحد محبيني مرغم، حمد بن راشد بن حمد بن غدي الجدبي. هكذا هي النتيجة، هكذا هي النتيجة. بنعود والعود أحمد إلى المركز الأول. الله يا شاهين مسيطر على المركز الأول، سيطرة جميلة مع الألف والمئتين المتر الأخيرة. المعركة بدأت تشتعل، المعركة ما بين هذه الأسامي المرموقة وما بين هذه الشعارات المميزة. غير شاهين ولا مليح من الجانب الثاني بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم وسعيد بن سالم النيبي، النقل على شاهين بالمركز الثاني من هجن الرياسة وخلفان بن محمد بن خصيبة. العفاد غير على ثالث المراكز من هجن الرياسة المملوكة للمقام السامي سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم الرياضي الشامل حمد بن راشد بن غدي الجدبي في عملية التضمير. مشكور بدأ يقترب يجاوز إلى ثالث مراكز هجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الخيلي، والحكم على ثالث المراكز هجن الشحانية جابر بن سالم بن فاران المري، ولكني بعود إلى المركز الأول. ما شاء الله يا العفاد، ما شاء الله يا العفاد. هجن العاصفة، هجن الشتاء والصيف، هجن محمية الدجبة، تقتنص المركز الأول مسيطرة على المركز الأول. ولكن مشكور في اللحظات الأخيرة غير على الصدارة من هجن الرياسة وعيسى بن أحمد بن مايد الأخيين العفاد. العفاد مشكور ولا العفاد؟ اللحظات الأخيرة العفاد مشكور. تهانينا لهجن الرياسة، والتهاني موصولة إلى عيسى بن أحمد بن مايد الخليلي المركز الثاني، عفاد هجن العاصفة المركز الثالث، الحكم من هجن الشحاني المركز الرابع، هنا من هجن الرياسة وفي المركز الخامس لسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم. هكذا أيها الإخوة كانت النتيجة، وكان التقرير الجميل للجعدان المحليات الأصائل، وذهب مشكور في اللحظات الأخيرة وانتزع المركز الأول. تهانينا والناموس لهجن الرياسة، والتهاني دائما موصولة عيسى بن أحمد بن مايد الخيلي. 9:22 ثلاثة أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس، بينما اللي خذ المركز الثاني هناك العفاد أيضا من هجن العاصفة أيضا على ثاني المراكز. 9:22 وسبعة الأجزاء من الثاني. تهانينا لهجن العاصفة المملوكة لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، والتهاني لحمد بن راشد بن أخدي الاجتبي الحكم اللي خذ المركز الثالث لهجن الشحانية. تهانينا لهجن الشحانية وجابر بن سالم الفاران المري. 9:24 جزء واحد من الثاني. تهانينا والناموس. هكذا مشاهدينا الكرام، التواصل المستمر والانطلاقات مستمرة. شوط الختام، أعلنت انطلاقته الخاصة بالجعدان